طالبت حركة حماس فجر اليوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها لم تسمع الموافقة على المقترح الأمريكي الأخير من أي مسؤول إسرائيلي، إنما من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فقط. وشددت حماس في بيانها على أنها لا طالما أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرضي يقوم على مطالب الفلسطينيين. وأضافت الحركة أنها تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وخلال زيارته لقطر من أجل الدفع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن حركة حماس اقترحت إدخال عدد من التعديلات بعضها قابل للتنفيذ على المقترح الأمريكي، فيما نفى أسامة حمدان القيادي في حماس أن تكون الحركة طرحت أفكارا جديدة، متهما الإدارة الأمريكية بمجاراة إسرائيل في التملص من أي التزام بمقترح لوقف دائم لإطلاق النار.